كالعادة قبل ما نخش على الصحف العالمية عندنا بعض الأخبار برضو العالمية السريعة طبعا تخص كرة القدم. نبدأ بميسي. ميسي الحقيقة نجم طبعا نجم المنتخب الأرجنتين، كابتن الأرجنتين وكابتن طبعا باريس سان جيرمان، كان يعني في اتهام شوية أو في جماهير برشلونة يمكن كان غضبانة شوية من ميسي. غضبانة ليه من ميسي؟ يمكن حضراتكم كمان من خلال متابعة الدوري الأبطال، وكان تعادل برشلونة 3-3 مع إنتر ميلان. الحقيقة اللي عمله ميسي امبارح إن يعني عمل لايك، يعني عمل إعجاب كده على يعني على بوست نزله مارتينيز طبعا مهاجم الإنتر بعد إحرازه هدف في برشلونة، وليون ميسي عمل له لايك، يعني مجرد عمل له لايك. وكان يعني وصفت بعض التقارير الأسبانية غضب كبير طبعا من برشلونة أو جماهير برشلونة، بتقول ميسي عمل له لايك وإن هو يعني متجاهل إلى حد كبير نادي برشلونة وما عندوش إحساس بالفرقة بمعنى أصح. لكن منطقيا طبعا في يعني طبعا مارتينيز زميل في الملاعب وزميل المنتخب في منتخب الأرجنتين مع ميسي، وأكيد قبل انطلاقات كأس العالم القادمة بشهور أكيد الروح المعنوية واللعيبة بتهني بعض بشكل أو بآخر. لكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم السوشيال ميديا في العالم كله يمكن ساعات بتخرج بره المنطق والعقلانية شوية. ميسي عمل لايك على بوست نزله مارتينيز بعد إحرازه هدف في البارسا وتعادل كبير جدا ومهم جدا للإنتر مع برشلونة 3-3، أثار غضب بعض الجماهير في السوشيال ميديا من جماهير برشلونة. حضراتكم عارفين طبعا إن في أخبار بتقال إن يمكن ميسي مع نهاية هذا الموسم ينتقل أو يعود مرة تانية لبرشلونة. دي أمال كبيرة جدا يعقدها كثير من محبي برشلونة في الفترة اللي جاية، إن ميسي قد ينهي مشواره الاحترافي في كرة القدم في صفوف برشلونة، ولكن مش عايزين نسبق الأحداث. طبعا أمال كمان برشلونة اتعقدت جدا في التأهل لدور الـ16 بعد هذا التعادل. الفريق ده دلوقتي في المركز الثالث في المجموعة، عنده 4 نقاط بس. في المركز الثاني الميلان بـ7 نقاط، لكن طبعا حضراتكم عارفين ان بايرن ميونخ خلاص العلامة الكاملة وحجز بطاقة الصعود بالعلامة الكاملة 12 نقطة في 4 مباريات.